يثقل عبء الحياة المعيشية أكثر على نازحي الجوفة منذ خروجهم من المحافظة حتى اليوم. نقص حاد في الغذاء والمياه والتعليم وسط تجاهل متعمد ممن يقدمون تدخلات إغاثية من المنظمات الإنسانية المهتمة بالنازحين في الجوفة، بما في ذلك الجانب الصحي الذي عانى النازحون منه لفترات طويلة. بإمكانيات محدودة استطاعت السلطة المحلية افتتاح مستشفى الطوارئ العام في الجوفة لتوفير مرفقا صحي لأبناء المحافظة يقدم خدمات علاجية بسيطة تخفف من وطأة عبء النزوح في ظل وضع اقتصادي غاية في الصعوبة، ويزداد وطأة يوما بعد آخر على النازحين. تم اتخاذ الفكرة إنشاء المستشفى من قبل السلطة المحلية لمحافظة الجوف، وذلك بعد نزوح الآلاف من المواطنين من محافظة الجوف. وكانت فكرة إنشاء المستشفى لاستقبال واستيعاب هؤلاء النازحين من أبناء المحافظة. طبعا المستشفى يستوعب ويستقبل النازحين ليس بس فقط من أبناء محافظة الجوف، ولكن حتى من أبناء محافظة الجوف الذين هم ما زالوا متواجدين في الحزم أو في المديريات الأخرى، ما زالوا الآن يأتوا الكثير من المرضى المعاينة أو لإجراء العمليات وإجراء الفحوصات والرقود في مركزه، لعدم وجود لعدم تأهيل المستشفى الموجود في الحزم، الموجود حاليا في الحزم انهارت الخدمات الصحية فيه، واضطر الأبناء الجوف للحضور إلى مأرب إلى مستشفى الطوارئ لأبناء محافظة الجوف. ويستقبل هذا المستشفى تقريبا كمتوسط في الشهر في العيادات ما يقارب 4000 مريض. أبناء بالنسبة للعمليات تقريبا فوق 100 عملية في الشهر، والرقود يتجاوز 200 مريض، والمختبر يتم استقبال في حدود 8000 خدمة فحص شهريا، وكذلك الطوارئ يستقبل ما يقارب 1600 حالة شهريا. يقف الحاج ناجي حمد لساعة أمام إحدى عيادات الباطنية مع العديد من المرضى منتظرا دوره للوصول إلى الطبيب للكشف عن مرضه. يقول أن خدمات المستشفيات الخاصة باتت مكلفة ولا يقوى على دفع ما تفرضه هذه المستشفيات من المال، وبات الحصول على العلاج يتطلب مبلغا كبيرا، فكيف بنازح ليس له دخل شهري؟ بعد ساعات تمكن الحاج ناجي من الوصول إلى مبتغاه في تلقي الرعاية الصحية من دكتور الباطنية، إذ وجد ضالته هنا هو وغيره من النازحين في المحافظة الذين يتوافدون يوميا بأعداد هائلة. عالجنا فيه وسوينا عمليات فيه، والحمد لله ناس محترمين وعمله طيب وأقرب من المستشفيات اللي غيره في المحافظة، وتكاتره لا بأس. المستشفى قدم خدمات حسب ظروفه، حسب ظروف المواطنين. تكلمنا عن النازحين، كيف يحصلون نازحين الجوف؟ النازحين الجوف وغيرهم يجوا للمستشفى هذا واشوفهم كثير. المستشفى يقدم خدمات مجانية، بحيث يعني يصبح النازح ولا يقدر يتعالج فيها، لأن تكاليف المستشفيات الخاصة باهظة. يعني هذا المستشفى فيه أسعار رخيصة، يعني يقدر النازح يتعالج فيه، لأن المستشفيات الخاصة أسعارها غالية. دمرت الحرب القطاع الصحي في عموم المحافظات وقللت من مستويات الخدمات الصحية وجودتها، كما شكل النزوح انقطاع شبه كلي للخدمات ذاتها، وهو ما زاد من انتشار العديد من الأمراض في أوساط النازحين، أبرزها الحميات والأمراض المزمنة الناتجة عن الضغوطات النفسية وتبعيات الحرب والنزوح، إضافة للظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الدخل شبه الكلي للأسر النازحة والمتشردة. في بلد مزقته الحرب بات الحصول على العلاج الأمثل معجزة نادرة، لا سيما مع شحة المرافق الصحية في المدينة مع التزايد المتواصل للسكان، والتي هي الأخرى تواجه صعوبات كبيرة بتقديم خدمات علاجية مناسبة للنازحين. عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم، مأرب.